اول حاجه زعما اللي خاصي ضروري نذكرها هو انه انت معروف بديك القضيه ديال ابو العادات. اييه ابو العادات في المغرب ابو العادات ماشي في دوله اخرى. وي 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 هادشي اللي بغينا حنا دابا هنايا في الحلم المغربي ماشي نحاول ندير شي حاجه اخرى. علاش اخويا كيعيطوا لك ابو العادات؟ ودير قصه طويله هذه اللي جيت نعاودها انا خصنا واحد ساعتين. سالين 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 شوف الاودينس تاعهم تاعهم مسالين قلنا لهم من الاول خاصو يسمع من الاول حتى الاخر. مرحبا. دونك كيفاش القصه ديالي مع العادات؟ هذه الكلمه هذه ديال العادات زعما كيفاش تاونكرات كيفاش تلصقات ليا واحد ليتيكات يوسف ايتيغال العادات. دونك نورمالمون انا في 2018 تخرجت انجينيور ديتا انجيني اندستريال خدمت نيت في نفس العام في شهر 10 ابخي واحد 3 موا بحال هكا كنقول لك 3 موا قعدت 3 موا تجيني واحد لا كيسيون ديال يوسف واش هادشي اللي باغي تكمل فيه نورمال ترونكيل. وين انت كتجيني هاد لا كيسيون كتجيني وانا غادي في ترونسبور حيت ما بين طنجي وطنجي مات تقريبا واحد 45 دقيقه وانا في الصباح غادي تجيني هاد لا كيسيون كنجاز شي هاد الطريق بقيت ديما تنسول هاد لا كيسيون ديما تنسولها. واحد النهار قلت اوكي سكوا لا ريبونس شنو الجواب على هاد لا كيسيون واش اه واش لا كنت اه كمل كنت لا و دبر في شي حاجه شوف شنو دير راه ماشي هادشي اللي غادي تكمل فيه. دونك تما بديت كنقلب شنو هما لي دومين اللي نقدر مثلا نخدم فيهم شنو هما لي دومين اللي يقدروا يكونوا هما لا باسيون ديالي مثلا بان لي واحد لو دومين لا كرياسيون دو كونتوني مثلا ما عارف عليه حتى شي حاجه واصلا انا حشومي ما قدرتش نهضر حتى مع واحد اول مره كنطلاقاه عاد باش ندير لك انا ستوري ولا ندير لك انا فيديو تنهضر فيها راه بالنسبه لي شي حاجه اللي خيال علمي. صافي قلت اوكي باغي تبدا في لا كرياسيون دو كونتوني فاش كتبدا في لا كرياسيون دو كونتوني كاين بزاف ديال لي تيب ما هضرتش على لي تيب كاملين كاين اللي مثلا غير باش نضحك كاين اللي مثلا سبور كل واحد وشنو التيب ديالو كاين اللي ثقافه عامه وداكشي. انا مشيت بحال قلتي الكرياسيون دو كونتوني التعليميه ولا نقولوا الكرياسيون دو كونتوني ديال كتعالج واحد المشكل وتيقول لك ديما الاودينس علاش غتجي تتبعك حيت كتعالج لها المشاكل ديالها. اوكي دونك كتجي المره الاولى كتعالج لي واحد المشكل الاول كيقول لك هذا السيد عاوني اجي نعاود ثاني نتفرج واحد الفيديو اخر تفرج الفيديو الثاني كتعالج لي واحد المشكل اخر هنا كيولي كيتيق فيك كيقول لك السيد كيعرفني وكيعرف المشاكل ديالي وكيعطيني حتى الحلول. وي دونك شنو هما الحوايج اللي انا غادي نقدر نعطي للاودينس واي هاد القضيه دي فاش كنت كتسولني شحال هادي شنو السكيل اللي عندك انت كنت كنقول ما عنديش وانا عارف باللي اي واحد كتسول هاد لا كيسيون تيبقى تيدور في عيني تيقول باللي راه خاصو ما عندي حتى شي سكيل. وي 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 دونك ما عندي ما نبيع. ففي الاخر من خلال واحد لانفونتير بسيط جدا ومن خلال لونتوراج ديالي سولت الناس قلت لي يوسف كاين عندك واحد جوج ديال السكيلز شنو هما هاد السكيلز؟ اول حاجه تعرف كيفاش بريباري لي زيكزام وتفاليد وتجيب دي بون نوت دونك هذا عندك سكيل. وديجا الناس اللي كانوا قراب ليا كنت كنبريباري معاهم كاين ثلاثه الناس خدمت معاهم الباك جابوا الباك ديالهم اللي كانوا كيقول لكم ما نجيبش كاع الباك. الناس اللي كانوا كيقراو معايا في المدرسه في ليكول كانوا مثلا بروميير اني انا دوزيام اني كنوريهم بحال هكا دي تكنيك دي ميثود كيفاش يبريباريو كانوا تيفاليديو وكذا سكيل نمبر 1. دونك نقدر نجي ندير كونتوني كيفاش بريباري لي زيكزام كيفاش تلخص مثلا لي كور ديالك سكيل نمبر 1. سكيل نمبر 2 هو كيفاش نقلب على خدمه. غادي بزاف ديال الناس كيسحب لهم باللي راه تقلب على خدمه كنجي سي في طق طق راه هو واحد السكيل اللي كيتبيلدا. انا بديت في التروازيام اني ديالي في لانسا يعني بروميير اني سيكل انجينير وانا كنبيلدي في هذا السكيل هذا. ملي جيت البي اف او ديالي وتخرجت كلشي خارج مخلوع كلشي تيقول الخدمه ما كايناش لانسا كذا يوسف خارج عادي ترونكيل تيقول لهم الخدمه اوكي غنحط واحد البروجي بروفيسيونيل فوالا البوست اللي باغي غادي نجيبو سالينا. كنكون جالس غير مع الدراري صحابي تنقول لهم باغي البوست ملتي ناسيونال في ديبارتمون فلان فلان تيبقاو يضحكوا عليا تولي تحلم بزاف اصاحبي تنقول لهم لا غنخدم تما نقدر نتعطل 3 موا نقدر 4 موا ولكن هذا هو البوست هذا اللي غنخدم فيه هو في ملتي ناسيونال ودايوغ كاع لي ستاج ديالي في ملتي ناسيونال وما كاينش شي واحد اللي كنعرفو انا خدام في شي شركه ولا شي حاجه. ودايوغ عاوتاني واحد الحاجه اخرى هي العائله ديالي كاينين جوج ديال لي تيب ما كاينش موظفين سواء عنده ارض كيفلح فيها سواء عنده محل كيبيع فيه. دوك ما كاينش شي واحد عندنا اللي نقول بيستون مثلا خدام فواحد الشركه اللي مثلا غيعاونني ولا شي حاجه لا
دونك انا اللي بلديت كيفاش نقلب على الستاجات ديالي وقلبت عليهم راسي وكيف قلت لي ملتي ناسيونال وحتى الخدمه كذلك. دونك فاش خرجت بقيت ترونكيل عادي لقيت الخدمه ديالي في شهر 10 دونك كنعرف كيفاش نقلب على خدمه عندي ماشي غير فيا انا حتى عاوتاني هذوك لي ستوديون اللي كنكون مثلا فايتهم بعام كيقلبوا على ستاج كيجيو عندي كيقلبوا على الكونسي كيفاش ندير باش نقلب على ستاج وندير في السي في شنو كنت كنصحهم وكانوا كيلقاو دي ستاج كيجيو عندي يوسف تبارك الله عليك ديك لا ميثود اللي عطيتيني ديك لا باز دوني ديك داك دونك هذا حتى هو عندي سكيل دونك هادو هما اللي نقدر انا نجي نهضر عليهم في الكونتوني ديالي دونك انا حددت قلت فوالا الا جيت غادي نبدا هذا الكونتوني نقدر نهضر على هاد الجوج ولكن لقيت واحد الاوبستاكل ماشي هو انني ماشي مستعد باش ندير كونتوني ولكن ما عنديش اصلا انا لي كومبيتونس باش ندير كونتون كنقول لك راه ما عمري ما درت فيديو تنهضر فيه انا سميتو كلشي كوتي كاملين يعني غادي ندير فيديو نحس شي حاجه ماشي هذيك تحس براسك ما مرتاحش بحال كيف شي واحد كيوقف مثلا قدام الناس اول مره دونك راه ميم شوز دونك يوسف شنو غادي دير ديفلوبي راسك خدم على راسك باش تكون كرياتور دو كونتون وهنا ما مشيتش لا بارتي اللي كيمشيو لها بزاف ديال الناس تعلم الايديتين تعلم اللايتين تعلم فوتوغرافي تعلم داك الكوتي ما مشيتش لي انا مشيت للكوتي اخر اللي هو نخدم على لا بيرسوناليتي ديالي انا يعني الواحد فاش غيتبعني ما يتانتريساش بزاف الايديتين وداكشي ما يتانتريسا الكونتون اللي تنعطي النصائح اللي تنعطي هنا فين مشيت لو فولي ديال ديفلوبمون بيرسونيل كيفاش غادي نديفلوبي راسي مثلا لا تيميديتي كيفاش غادي نحارب هاد لا تيميديتي ما تبقاش فيا وانا غادي في هاد الطريق كنكتشف واحد الحاجه سميتها لي زافيتيت كنكتشف بلي كنكتشف بلي عندي مشكل كبير في الديسيبلين هو مش حال هادي طيب غير في القرايه مثلا ما كنتش كنمشي للكول كنبقى نعس مثلا دونك انت كان عندك داك المشكل ماشي مشكل كبير انا اكبر معكاز في الدار صاحبي تنقول لك شحال هادي تقول لك اكبر معكاز يعني الواحد اللي تيفيق 13 تيقول لي طار وافيق افطر اصاحبي وافيق افطر ورجع ديك الساعه نيس ماشي صعيب ان تيق انك انت مثلا اكزاكتو دابا اللي كيشوفني اليوم تيقول لي لا ما يمكنش هاد لا ديسيبلين اللي زعما اللي كاين فيها راه شي حاجه طالعه بزاف دونك اكتشفت اكتشفت لي زابيت واو السيونس اصاحبي الناس دايره الدكتوره في لي زابيت دا صاحبي تخيل معايا دكتوره يعني تيز كامله على لي زابيتو كنشوف قلب على الفيديوهات واو عالم عالم فهمتي عالم بوحدو دونك جيت عمرت راسي مزيان بهداك الشيء ديال لي زابيتو قريت باور اوف هابيتس قريت اتوميك هابيتس تفرجت بزاف ديال الفيديوهات ديال جيمس كلير هو اللي كاتب اتوميك هابيتس تفرجت بزاف ديال لي تيدكس حتى هما نيت في لي زابيتو صافي في الاخر بحال قلتي خرجت بواحد العصاره ديال واحد لا ميثود كيفاش نانتيغري واحد لابيتو واخا لا ميثود كاينه دابا خصنا نتيستيو خصنا نشوفو واش غتعطي شي نتيجه ولا غير هضره مكتوبه كتقراها مدايزه جربت لا ميثود خدمات واه يوسف ما بقاش كيف كان شحال هادي ولا تيفيق مع الخمسه ديال الصباح ولا تيترينيه ولا تيدير كلشي تيبقى تيشوف ويلي واش هذا يوسف اللي كنعرفو شحال هادي وصلت الاخر ديال العام هي فين بدلت الخدمه من طنجه جيت لكازا دونك تما واحد بيريود ترانزيتوار يلا كتبدل الخدمه يلا كتهضر مع خدمه جديده تسالى العام 2019 غندخلوا في 2020 يوسف جا غيدير البيلون ديالو غيدير البيلون ديالو غادي يشوف كيفاش داز عنده 2019 غيشوف واحد الشونجمون كبير كيفاش كان شحال هادي كيفاش تبدل دونك 2020 جو سوي بري على انني نبدا في لا كرياسيون دو كونتوني واحد الحاجه اللي ما قلتهاش قبيله هي انه وانا غادي في ديك الطريق ديال كنتعلم دي كومبيتونس جداد قلت علاش ما ندوكيمونطيش هذا البروسيس هذا علاش ما نبارطاجيش في انستغرام هي ملعوبه بجوج جوي من هنيت انا كنولف على الكاميرا كنولف على ستوريات كنولف اي اون ميم طون سي تون دوكيمونطاسيون يعني الا جا شي واحد تفرج مثلا في هذيك الوقيته وتفرج دابا غادي يبان ليه الفرق تبان ليه التوثيق ديال المغامره كامله ويشوف حتى هو الشونجمون اكزاكتوم دونك في الاول ديال 2020 صافي ديسيديت ديسيزيون قرار غادي نبدا في لا كرياسيون دو كونتون ولكن شنو هو السوجي اللي غادي نهضر فيه هذا هو السؤال دونك رجعوا لهذوك السكيلز اللي هضرت عليهم في الاول
هما اللي نورمال ما خصني نجي نبدا فيهم. جا واحد راسو يقول لي يوسف علاش ما هضرش على زافيتود؟ ما كاينش شي واحد كيهضر عليهم وانت مثال فيهم وابليكيتيهم وكيفاش ترانسفورماوك وكيفاش في عام واحد تبدلتي. دوك نقدر نهضر فيهم. واخا في الاول كانت انا بالنسبه لي واحد الحرب باش تقنع، كل نهار كنت حارب باش نقنع الناس بانهم راه لي زابيتود راه يقدروا يبدلوا حياتهم. وي كل نهار حنا راه انا شحال هادي راه انا في 2016 نشوف شي واحد كيدير لي زابيتود غادي نسكيتو غادي نخليه. انا براسي كنقول حنت كيبان لك واحد السوجي اللي فيه والو، شنو هي عاده صاحبي؟ شنو يقول لي شنو هي عاده؟ شنو هي عاده؟ عاده تخربيقه، شنو هي كتعاود فوالا شنو هي جات. ولكن انا قلت واخا هكاك ما غنبينش انا بالكونتوني ديالي، انا غنبين بلي زاكسيون ديالي. فوالا ديك الساعه ملي نبين بلي زاكسيون ديالي انت غادي تانتريس للكونتوني ديالي وتقول اوكي بما انه تيدير هذا الشيء اجي نشوف الكونتوني ديالي اش تيقول فيه. وملي غادي دير واحد المقارنه ما بين داك الشيء اللي جندير وما بين داك الشيء اللي كنهضر عليه في الكونتوني تقول دونك هذاك الشيء اللي كيدير في الكونتوني هو اللي خلى على انه يدير هذوك لي زاكسيون. وي وي دونك دخلت في سميتو باغي نهضر على العادات ياك، باغي نهضر على الاستمراريه ياك، شنو هي الكريديبيليتي ديالك؟ شنو هي لوطوريتي ديالك باش تجي تهضر لينا على العادات ولا تهضر على الاستمراريه؟ ما عنديش. هي فين لونسي تشالنج ديال فيديو كل نهار. وي وي فكره واعره. وي فيديو كل نهار اصلا اذا فكرتي فيها شنو هي اصلا الحاجه اللي نورمالمون غتخلي هذاك اللي يهضر على العادات كريديبل؟ راه هي انك تطبق داك الشيء. اكزاكتوم كاين لا صال كاين بزاف ديال الحوايج ولكن انا بغيت هادي من هنيت فاش كنعطي الكوندوني ومن هنيت جو غاني في لا كريديبيليتي. صافي بديت كنلوح فيديو كل نهار، توزت الشهر الاول في يوتيوب، في يوتيوب ديك الساعه انستغرام في غير لي ستوري، بقاو لي ستوري من 2019 بقيت غادي نكمل فيهم. صراحه كانت بالنسبه لي انا واحد الانجاز كبير حيت ما عمرني ما درت فيديو انجستري. في 2019 كنت ندير بزاف ديال ستوريات، درت واحد شويه ديال لي لايف ولكن ما عمرني ما درت فيديو انجستري وغادي تبقى صافي غادي تابلودا وغادي تبقى غادي تفرج فيها واحد هاد العام والعام الجاي والعام اللي موراه اعوام. دونك تما كان ديماراج ديال لا كرياسيون دو كونتوني اوفيسيالمون، وقلت بعدا او موا عام بعدا ديال لي فيديو ما نحبسش. جا شهر جوج حتى هو بديت عاوتاني نلوح فيديو كل نهار. ملي تسالى سميتو شهر جوج دخلنا في شهر ثلاثة، هي فين جا الكونفين كورونا. وي اكزاكت. وانا باقي نكمل في الفيديوهات وفي شهر ثلاثة هي فين قلت بوكو با pour gagner actuellement plus de crédibilité نحن ناخذ اون بيرسون اون اكومبانيها باش انها تكري واحد لابيتود. انا باقي لحد الساعه راه سبيسياليزي غير في لي زابيتود ومحارب على انني نعطي ديك الفكره ديال انه لي زابيتود راه غادي يعاونوك بزاف. شهر جوج، شهر جوج ماشي شهر ثلاثه، شهر جوج خديت اون بيرسون كوتشي تاع شهر كامل اللي في حد ذاتها كانت ابيتود ديال الكوتشينغ. غراتويتمون ولا لا؟ غراتويتمون. اوكي كل نهار كندير معاه سيسيون، كل نهار معاه سيسيون ربع ساعه تقريبا بحال هكاك، كنشوفوا كنشوفوا لابيتود فين وصلات واش مزيان واش داكشي. تسالى هذاك لو موا هي فين لونسيت الكوتشينغ ديالي اوفيسيال. كنجي كنتصدم كنلقى باللي سيت بيرسون انتريسي باش انهم يبيو وياخذوا من عندي لو كوتشينغ. صافي بقات غادا القضيه موا ابري موا غادا بحال هكا، كل شهر تيتزادوا عندي الناس. حتى في شهر 6 جيتي انكابابل ديال انني نكوفري دوك الناس كاملين. هنا ملي جات ليدي ديال فورماسيون اون لين، فورماسيون اون لين صافي ديك الساعه لا بيرسون تاخذ لا فورماسيون تتفرج فيها سي الى بوزوان زعما شي حاجه نقدر مع شي سيسيون ديال شي ساعه بحال هكاك نكلاريفي مع لي شوز ولا بيرسوناليزي معاها مثلا لو بلان. صافي بقيت غادي نلونسي بحال هكا. دونك الناس شافوا باللي كنبدا نلوح فيديوهات ما حبستش، بديت كنتريني في لاصال ما حبستش، بديت كنجري اللي جرى ما عمري ما كنت كنديرو كاع في حياتي في العام اللي فات في 2020 وما حبستوش. كنقول لك جريت في الشتاء، جريت في الصيف، جريت في الربيع، جريت زعمي زعما زعمي الفصول اللي تقدر يطيحوا ليك جريت فيهم، وفي الصباح مع السبعة في عين الدياب يا رب واستمريت فيها. دونك بزاف ديال لي زابيتود انستاليتهم والناس بقاو كيشوفوا بانني كنستمر فيهم يعني ما حبستهمش. تقول لك واو كي دار لها تخون هذا. هي فين جات ديك اللقب ديال ابو العاده شنو صافي
الا سمعتي العادات راه اول حاجه غادي تجي لك في بالك هي البداوي.